فإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اللقاء السابق تأملنا كيف أن إخوة يوسف أرادوا أن يخدعوا هذا الأخ، إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هم وضعوا مقياسا خاطئا، لذلك وصلوا إلى نتيجة خاطئة. أرادوا أن يحبهم أباهم أو أبوهم لأنهم أقوياء، لم يراعوا أنهم أخذوا حقهم من المحبة والعطف والرعاية عندما كانوا أطفالا. والآن جاء دور هذا الطفل الصغير يوسف أن يأخذ حقه مثلهم، هذا هو العدل أيها الأحبة. ولكن هم أرادوا من أبيهم أن يهمل هذا الطفل ويهتم بهم لأنهم أقوياء، مع العلم أن العكس هو الصحيح. يعني أنت عندما يكون لديك طفل صغير وشاب كبير، من الذي تعطي الرعاية والاهتمام؟ طبعا للصغير، لأنه ضعيف، لأنه محتاج لك، محتاج لرعايتك. أما الكبير يستطيع أن يتدبر شؤونه. فهم وضعوا مقياسا خاطئا أن الأب يجب أن يهتم بالأقوى ويهمل الضعيف، فوصلوا إلى نتيجة خاطئة. ماذا قالوا؟ إن أبانا لفي ضلال مبين. هل هذا نبي كريم يتهم بأنه في ضلال؟ لذلك أيها الأحبة، في كل آية هناك عبرة، وهذا إثبات علمي على أن القرآن كلام الله. لا يوجد كلمة واحدة حشو في القرآن، كلمة واحدة لا يوجد. عندما يسيء لك جارك، يسيء لك ابنك، يسيء لك أقرب الناس إليك أو أغلى الناس عليك، عندما تتلقى هذه الإساءة على الفور لا تردها بإساءة، لا تحزن، لا تنفعل، لا تغضب، لا تقابل الإساءة بالإساءة. تذكر أولاد النبي الكريم يعقوب وهو سليل الأنبياء، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، خليل الرحمن. هذا النبي الكريم تلقى إساءة من أولاده، تلو الإساءة لفظيا وكلاميا وعمليا عندما أخذوا يوسف وألقوه في الجب. على الرغم من ذلك كان دائما يقول فصبر جميل. هذا أعلى أنواع الصبر أيها الأحبة. ينبغي أخي المؤمن، أختي المؤمنة، ينبغي علينا أن نكرر هذه العبارة في أي موقف تتعرض له، في أي إساءة تتلقاها، في أي موقف فيه أذى لك، فيه تشهير، فيه يعني نوع من الضرر أو نوع من الجرح بالكلام أو غير ذلك. تذكر قصة سيدنا يعقوب عليه السلام، وتذكر صبره، وتذكر كيف أن هذا النبي الكريم كان دائم الصبر، فصبر جميل. وسيدنا يوسف أيضا كان صابرا، لذلك في نهاية القصة ماذا قال لهم بعدما أصبح ملكا؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كأن الله يريد أن يقول لك الإحسان لخصه بكلمتين، التقوى والصبر يساوي الإحسان. طبعا يوم القيامة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ونعلم أن المحسنين هم من أعلى مراتب الناس في الجنة، ذلك جزاء المحسنين. فلذلك إذا أردت أن تقتدي بهذا النبي الكريم عليك أن تتقي الله وتصبر. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. يا لطيف، يعني تصوروا وصلت المؤامرة إلى حد القتل. لذلك مهما حدث مع أولادك، مع أقربائك، مع من تحبهم، لا تحزن. تذكر مؤامرة إخوة يوسف على هذا النبي الكريم، الطفل الصغير الضعيف، تآمروا عليه، بل وصل بهم الحد إلى التفكير بقتله. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. يعني عندما يتخلصوا، أيضا هنا قياس فاسد. هم لم يعلموا أن
أن هذا الأب إذا فقد هذا الابن سيزداد تعلقه به، سيزداد تذكره وذكرياته وتفكيره، وسيزداد كرها لهم. لم يقيسوا قياسا صحيحا. هم ظنوا أنهم عندما يتخلصوا من هذا الطفل يوسف فإن الأب سيبدأ بالاهتمام بهم ورعايتهم، لذلك كل النتائج التي حصلوا عليها نتائج خاطئة. كأن القرآن يريد أن يقول لك أيها المؤمن لا تبدأ بداية خاطئة، خلي البداية الصحيحة. كيف نعلم أن البداية الصحيحة؟ تقيسها على مقياس القرآن. القرآن فيه كل شيء، تريد أن تفعل أي شيء تجد أثرا له في القرآن، تجد شيء يدلك على أنه حلال أو حرام. تريد أن تأخذ قرضا بالربا، هناك آية تقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب شنها الله لم يشنها إلا على آكل الربا فقط. عندما تتذكر هذه الآية تتراجع، وبالتالي لا تبدأ بداية خاطئة. عندما تبدأ هذه البداية الخاطئة ستصل إلى نتائج كارثية، لا شك في ذلك. مثل الذي يسلك طريق الزنا يصل إلى الأمراض، يصل إلى يعني الفضائح، إلى صرف الأموال، إلى أمراض جنسية وأمراض غير ذلك. لذلك القرآن قال لك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني أسوأ طريق أو سبيل يمكن أن تسلكه أيها الإنسان هو طريق الفواحش والزنا. لذلك عندما تتذكر هذه الآية وتمتنع عن الزنا فأنت هنا تبدأ بداية صحيحة. أما إذا دخلت في طريق الزنا هذه البداية خاطئة وستقودك إلى نتائج خاطئة وهكذا. إخوة يوسف بدأوا بالقتل، هي بداية خاطئة، لذلك أدت بهم إلى نتائج خاطئة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني سبحان الله، مثل ذلك اللص الذي ذهب إلى مسجد ليسرق مصحف، عندما يعني وجدوه قال أريد أن أحفظ القرآن. طيب تحفظ القرآن، تسرق لتحفظ، هؤلاء يقتلوا شخص ليكونوا بعد ذلك قوما صالحين. انظروا إلى المقاييس الفاسدة. لذلك أيها الأحبة، هذه السورة تعلمك كيف تضبط مقاييسك في الحياة، تضبطها على مقياس القرآن. لا يمكن أن تقوم بعمل سيء وتكون إنسان صالح، لا يمكن أن تقتل إنسان ثم تقول سأكون إنسانا صالحا. هنا ظهرت بذرة خير بينهم، يعني أحد الأخوة أيضا، هنا لا يذكر القرآن الأسماء على فكرة، القرآن لا يذكر الأسماء أبدا لكي لا يصرف، يعني القرآن يستطيع أن يقول قال فلان كذا كذا، ولكن عندما يقول لك قال فلان سينصرف ذهنك، من هذا فلان، كم عمره، ماذا فعل، هل هو الأخ الأوسط الأكبر الأصغر، هل كذا، لكي لا يصرف القرآن ذهنك عن العبرة الحقيقية التي يريد أن يركز عليها، يريد أن يخزنها في دماغك. استخدم صيغة مجهولة، قال قائل منهم، لا نعلم من هو، يريد أن يركز على مضمون هذا القول. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. الغيابة يعني الجب، يغيب، غيابة من غابة، اختفى، يعني يلتقطه بعض السيارة. السيارة طبعا هنا بمعنى القافلة التي تسير، كانت هنا قوافل معروفة تسير، وهناك كل مثلا مسافة هناك بئر أو جب، فكان هذا الجب يستخدم من قبل هؤلاء المسافرين للتزود بالماء ومتابعة طريقهم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. أعجبتهم الفكرة، فماذا فعلوا؟ بدأوا يعني بإقناع أبيهم أن يرسله معهم، لأن الأب كان يعلم نواياهم السيئة، يعلم أنهم يريدوا أن يمكروا بهذا الطفل الصغير. والأب طبعا في بداية القصة فسر الرؤية التي رآها سيدنا يوسف عندما قال له يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سبحان الله، سيدنا يعقوب قال له
يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذا لم يمنع أمر الله من الوقوع، سبحان الله. يعني سيدنا يعقوب أراد أن 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 يحفظ ابنه من الشر، وإذا به يقع في الشر. لذلك في آخر أواخر القصة ماذا قال؟ أدرك، قال: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فأيها الإنسان، لا تظن أن الاحتياطات تمنع عنك شرا أو خيرا قدره الله عليك. لا تظن أن الحذر والمغالاة في الحذر وأخذ الاحتياطات والحسابات الكثيرة تمنع عنك قدر الله. فسيدنا يعقوب عليه السلام، على الرغم من أنه حذر ابنه، أنه كان يعلم أن لدى هؤلاء الإخوة نوايا ضد هذا النبي الكريم، هذا الطفل يوسف، فأراد أن يحميه، لم يستطع، وتم أمر الله. لذلك تعلم أخي الحبيب أن أمر الله لم يمنعه عنك شيء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لا تعتقد أن إنسان يستطيع أن يصيبك بضر أو أذى إلا إذا قدره الله عليك وأراده الله لك. لا أريد أن أطيل عليكم أيها الأحبة، في اللقاء القادم نتابع هذه السلسلة من التدبرات القرآنية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل به، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أإله مع الله، تعالى الله.